من غيرتنا عذلتنا فوق السوج الخال من غير لبينا لما نادتنا وين انتو يا وجوه الخير شدينا الهمة وحلبنا مثلك يا الأردن ما يصير كل الشكر اكيد للفنان رامي الخالد، يعني كل الشكر لحضورك معنا اليوم. احنا يمكن دقائق بننهي الحلقه نوكات اليوم، استمتعنا اكيد، بس شو بتحكي كلمه اخيره ايضا لجمهورك اللي بشوفه؟ طبعا انا بحييهم، بحيي كل الشعب الاردني جميع، وانا كمان كل المحبه لك من الحان وعد سالم العراقي، الله شافيه رب، هو بالعراق الان. وكلمات حمدان آل الرشيد آل نهيان
وإنتاج بلدية إرويشد. كل الحب والاحترام للجميع. أوكي. وإلكو شكرا إلكو. إحنا راح أكيد بنشكر كمان الفنان ناصر الزعبي، وبدنا ننهي معك بأغنية كمان، يجهزون أغنية شباب، بس خندردش معها مجموعة من السيدات اللي موجودين معنا اليوم بالمكان المميز هون بعجلون. مرحبا، نتعرف عليك. أهلا، يسعد صباحكم. أنا نادي زكريا، إحنا جروب نسائي اسمنا زهرات عمان. أهلا وسهلا. إحنا المحمية من أهم وجهاتنا خلال رحلاتنا، يعني طبيعة أردنية رائعة عن جد. إحنا يعني بس بقول لكل الناس اطلعوا انبسطوا شوفوا الأردن، وإحنا شعارنا دائما الله يديم عزك يا أردن. يعني أنتم اليوم من خلال الحملات المميزة للسياحة الداخلية بالالتزام أيضا بالسلام العام، ضمن تعليمات وزارة السياحة ووزارة الصحة، الباصات نص عدد، الكمامات، التعقيم، يعني كل معايير الصحة والسلامة إن شاء الله. أيضا نتعرف عليك ستي. احنا مشان الكاميرا بس من قلبك. ايوه، لا على الواقف ما في مشكله اذا بتحبي. نتعرف عليك وتحكي لنا اكثر عن هالزياره. يعني هون هلا فرصه كانت انه بهذا بهاي الظروف نسوي سياحه داخليه، في اماكن مميزه هون بالاردن، فحلوه كثير انه يعني يروح الواحد ويستمتع، وطبيعه وطقس كثير حلو صراحه. ممتاز، احنا سعيدين ورامي بجهز بحاله حتى كمان ننهي معكم باغنيه. كاثي، كيف كانت اليوم هالاجواء؟ والله اجواء رائعه جدا، يعني شفنا هذه الجماليات ويعني شيء جميل جدا وشيء رائع. ونشكر جميع شباب المحمية على يعني الضيافة اليوم، كثير انبسطنا، جمالية مختلفة، تجربة مختلفة. إيه أنا كمواطن أردني هننسى لأني يعني هلأ مقدمة برنامج، ولكن إشي جديد، إشي مختلف، والله إشي برفع الراس. صحيح. ويحق لنا أن نتباهى دائما بما لدينا، إن كان من مواقع سياحية، إن كان محميات، إن كان آثار. بدنا إحنا شعبنا شعب مضيف وكريم. صحيح. يعني أنت بتكون ماشي بالشارع بقولك بالله تميل، فوين ما تروح موجود. أكيد إحنا اليوم فخورين. فخورين فيكم، فخورين بهذا التواجد، فخورين بكل الشباب اللي كانوا معنا، فريق التلفزيون أيضا اللي بعمان اللي هون موجود بعجلون بتوجيهات الإدارة، كانوا على قدر المسؤولية حتى نوصل هالرسالة السياحية المميزة ونبرز دور كل نشمي ونشمية إن كان في عجلون. ومثل هذا المثال الموجود في عجلون موجود في كل محافظات مملكتنا الحبيبة. يعني بدناش ننسى حدا، وبديش أنسى ما أشكر الكل، كلهم إخوان وأعزاء لنا. نشكر نادية الحنيطي، يعني هي اللي إحنا دقين فيها، هي بتبينش طبعا الشاشة بس هي ورا الشاشة ودقين فيها. سلطان، أنس، عامر، الكل الكل أكيد مخرجنا جمعة صمادي بعمان بعمان طبعا سالم الخوالدي، وجمعة موجود طبعًا معنا اليوم طبعًا بعجلون، وهلا نوفل. أنت بلشتي بالأسماء هزنا نتذكرهم كلهم. أكيد كل كل النشامة والنشميات، فريق الإعداد بعمان وهون، التنسيق، التصوير، الهندسة، البرامج، الله يقويكم، وإن شاء الله دائما على قدر الثقة الكبيرة اللي بتعطينا إياها إدارتنا لخدمة الأردن والأماكن الأردنية إن شاء الله. ونرجع نشكر يعني شباب المحمية وكمان سالم نفاع، للأمانة ما قصر في رامي هاي المايك واجدنا. أغنية الختام، والله يقويكم دائما إن شاء الله بلدنا والنشميات، الله يقويكم. أول السيدات أردني ما لم تعيد أثر.